والله لو أنا رئيس وزراء لجرك منه ذانك، والله العظيم لو أنا رئيس وزراء أدز عليك أنت والمواطن أقول لك بابا أنت شنو مخليك حسبك رجل يا هواي عن وحشة الليل. من القضية مسؤولية تقتضي أن يكون هسه ما أريد أقول لك سير شريف يا عمي، شوية شرف، ولو صدق الجوعان الشبعان ما يدري بالجوعان. أنور فيض الله من صلاح الدين يقول استاذ نجم المحترم أتوجه إلى الله عز وجل وثم لمشكلتي مواطن عراقي اسمي أنور فيض الله فتح الله شريف، تطوعت بال 75 بالجيش العراقي ولحد سنة 2003 خدمت 28 بالجيش عدا حركات فعلية، وعندي 8 سنوات حركات فعلية، مجموع خدمتي 44 سنة، راجعت أكثر من 5 مرات المحاربين بزيونة ما يكملون معاملتين، ما عندي قرار 117 من عارفين وزعوا القطع راس سكنين لأني غير مشمول بالقرار، لا مسقط راسي بديالة قضاء كفري القضاء انطوني اياه. أنور أنور شلون أنور شلونك؟ عليكم. عليكم السلام. شلونك غادي صحتك؟ الله يحفظك. أنور قصتك معروفة من القصص اللي احنا تطرقنا إليها، أنت خدمتك ويا الحركات الفعلية 44 سنة ما مشوا لك تقاعد لأن ما عندك بيان 117 قرار 117. نعم. زين قاعدة بياناتك وين؟ دفتر الخدمة مالتك وين؟ موجودة كل دفتر الخدمة بتاخذ الحركة الكتب الرسمية كل شيء عندي. القرار 117 جبت هذا قرار قضاء كفري في حد 91 كان عايد الدي عليه، من بعد 91 عايد لقيم كردستان، كردستان أخذ الشمال كله. يعني بدل شيء ما استلمت 82 مثل قطعة قاع وباني ماخذ عقاري سيارة ماخذ من الدولة كل شيء عندي. يعني بالقرار 117 هوية الصديق هدني يقول عندي وهدني ما عندي أنا ما عندي. زين انت مو انت 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 ما عندك قرار 117، انت مو مستلم قطعة بال 82؟ نعم استلموا انا موجود السنة داخله يقول هذا 112 107 بال 2000 قلت له بال 2000 احنا ما مشمولين لان كفر مو بيد الحكومة العراقية بيد تقليم كردستان شلون يعطوني قطعة قاع يعني ما يعطوني ما استلمت انا بكر يقول لي انت هارب. هاي كتب يابا رسمية بال 2001 2002 كتاب من اللواء منقول من فوزي على مقر اللواء من جندي مطوع الى نائب ضابط كاتب درجة ممتاز يعني حتى عمري كله راح بالجيش. زين انت الان من السرحت السرحت من الجيش لو ما سرحت ما سرحنا أه؟ لا ما سرحنا ويا سقوط ما سرحنا ما سرحت. زين قاعدة بيانات بوزارة الدفاع عندك؟ يعني ما ادري يعني بروح المحامي وانت مالك اسم مو بس انت انت هوايه بال 5000 واحد هو نفس الفريق يقول لي روح اشتكي قلت له سياده فريق ابراهيم فريق ابراهيم قبل فريق ابراهيم كان حسام كان واحد يقول روح اشتكي امر رئيس الوزراء قلت له من يوصلني رئيس الوزراء حتى اشتكي انا يمك يعني زين ايام جنابه قلت له بدك مشيني دولة انا يا اخوان دولة يا هيئه المحاربين هسا احنا ما نريد نسولف خلافا للقانون دولة ما عندهم قاعدة بيانات المفروض القاعدة البيانات عند الدولة تقول له ما موجود تعتمد على قرار 117 ويطلع ما عنده 117 لأنه عنده على 112 يا أخي رجع على 112 لأنه الذنب ذنبك ذنب مو ذنب أحد أنا اليوم مواطن عند الدولة العراقية أنا كل وجودي أوراق جنسية وشهادة جنسية وبطاقة موحدة وجواز سفر ما له علاقة بما يقال فإذا أنت تحترق عندك الأوليات أنا مو ذنبي حسا الأمر صار بهذا الشكل إذن إذا أكو 5000 عائلة من 2003 إلى الآن أنتم ما واجدين لهم حل إلا على قانون 117 اللي ما لقى على قانون 117 أنت ملزم أن تجد له حل وسط لو تأخذت حلفة بالعباس لو تقتنع به لو تسوي له قانون لو تشوف لك طريقة ما يصير الآن شنو روح اشتكي يا رئيس وزراء ليش رئيس الوزراء شايتشي ممكن يشوفه بال 117 وممكن يشوف الانباق نعم واجباته لكن أكو شكل للدولة أكو مؤسسات إذا أنت الآمر المختص ما يقدر يشوفك روح رئيس الوزراء أنت شكو صاير آمر شكو تقود لك مؤسسة إذا ما تدبرها أطلع اطلع هذا مو إجابة لمواطن روح اشتكي يا رئيس الوزراء والله لو أنا رئيس وزراء لجرك منه ذانك والله العظيم لو أنا رئيس وزراء
أدز عليك أنت والمواطن أقول لك بابا أنت شنو مخليك حسبك رجل يهواي عن وحشة الليل؟ ليش هاي إجابة؟ لو تحترمون المسؤولية ولو تحترمون المواطن ولو تحترمون القانون. مواطنين 5000 واحد ما جاءت لقولهم تصنيف قانوني وهي حالة ليست مفردة، إذن يجب أن تسوي لهم تكييف قانوني. يا وزير الدفاع، يا رئيس هيئة المحاربين، شنو الموضوع؟ سنين أصيح على هيئة المحاربين وأنت ولا كأنه ولا الأمر يمكم، ليش ما تقولهم رفعنا الكتاب إلى مكتب السيد القائد العام للقوات المسلحة وننتظر الإجابة وتجيل التليفونات، سوف يتصل بك رئيس هيئة المحاربين أو دلالول يا الولد يا ابني، دلالول بين وزير الدفاع وبين رئيس هيئة المحاربين، ما نفتهم وين، ما نفتهم وين القضية. مسؤولية تقتضي أن يكون هسه ما أريد أقول لك سير شريف يا عمي، شوية شرف، ولو صدق الجوعان الشبعان ما يدري بالجوعان. يا عدك يا همام.